دلوقتي النادي الاهلي العظام، برحب بيهم طبعا. الصوت يا عم. إيه، الف الف مبروك، واعتقد ان دي بطوله غاليه جدا بالنسبه لك مع النادي الاهلي. الله يبارك معاك. طبعا طبعا دي كان اهم بطوله طبعا في حياتي، لان ده اول دوري ليا في حياتي اللي اخده، والحمد لله انا خدته يعني مع النادي الاهلي، يعني ده حاجه بالنسبه لي. كلمنا عن الاجواء النهارده والاحتفاليه الكبيره الجميله اللي كانت في الملعب. لا والله اللعيبه طبعا انت عارف حضرتك دايما ان احنا بنحتفل في نفس ساعتها بالظبط، وبعد كده بنسعى نفسنا عشان ان شاء الله الماتشات اللي جايه باذن الله. لكن الاحتفاليه كانت جميله جدا، يعني خصوصا ان كابتن خطيب كان موجود ومؤمن زكريا، فدي كانت بالنسبه لنا يعني حاجه كبيره جدا، والحمد لله يعني قدرنا يعني صراحه كمان هنا الدوري يعني في مكسب، يعني الحمد لله. في الفترة الأخيرة كابتن كهربا، يعني كان في طفرة في الأداء مع مستر موسيماني، ويمكن ده كمان ظهر واضح جدا على أدائك في المباراة الأخيرة. اه طبعا والله، يمكن هو بيتعامل معايا نفسيا ويمكن بيساعدني جدا وبحفظني كمان الجمل التكتيكية يعني، وده اللي بنفذه يعني الفترة الأخيرة دي معايا يعني بصراحة. تقول لجمهور النادي الاهلي ايه بعد التتويج باللقب رقم 42 وانتظاره ان شاء الله للمباراه النهائيه وكاس البطوله الافريقيه؟ كان بحب ابارك لهم طبعا، دي اقل حاجه ممكن اللعيبه تقدمها لهم، وان شاء الله باذن الله نقدر نفرحهم بطوله افريقيا كنا مستنيين يعني، وان شاء الله يعني يفرحوا باذن الله في ماتش ان شاء الله باذن الله. باذن الله تجيبوا لنا البطوله ونفرح سوا ان شاء الله بطوله افريقيا باذن الله يا كهربا، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. وعايز اعرف ايه اللي حصل النهارده مع الكابتن محمد فضل في المقصور؟ والله كابتن بص، يمكن معلش انا مش حابب اتكلم يعني في الموضوع ده، بس زي ما حضرتك يعني شفت الطاقه بتاعتي، انا اصلا ما غلطتش في حد، انا جاي افرح وجاي مبسوط يعني. ايوه. فما غلطتش في حد ولا اتكلمت، هو اللي دقني يعني، بس ما عملتش اي حاجه يعني، كانت لقطه واضحه وكلها شايفاها يعني. بس احنا نعرف ان انت علاقتك بمؤمن كويسه قوي. لا مؤمن طبعا، مؤمن اخويا ويمكن شافني كمان، يمكن بتساعدني كتير ودايما يعني بعد كل ماتش لازم يكلمني، والحمد لله يمكن ربنا كرمني يعني بالهدف النهارده يعني تحت حوله وداخل الاستاد، الحمد لله يعني ربنا كرمني بالهدف ده عشان يعني اقدمه له يعني. في انتظاركم ان شاء الله بعد النهائي باذن الله، ونحتفل كلنا مع بعض، وكل التوفيق ان شاء الله يا كابتن كهربا الفتره اللي جايه. ان شاء الله ربنا يخلي حالك، ربنا يخلي حالك. شكرا، الف الف شكر، نجمنا الكبير كابتن محمود كهربا.